بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في سلسلة كلامنا أحبائي عن مكانة القديسين، اتكلمنا الحلقات اللي فاتت عن عيد النالوز، والنهاردة أكلمكم عن قديس من ضمن الشهداء اللي استشهدهم من أجل القديسين، من أجل السيد المسيح، وهو القديس توما أسقف مرعش. القديس توما أسقف مرعش، وده في سوريا. القديس توما كان ناسك عظيم، يعني من صغره هو بيحب الصلاة والصوم والتقشف في الحياة الروحية، وكان كثير السجود. طبعا السجود ده حاجة مهمة، أنا بسجد قدام ربنا زي الشربين يسجدون لك والسرافين يمجدونك. بنسجد قدام ربنا احترام لربنا وتقديس، احنا لما نسجد ربنا سجود عبادة. بس عايز اقول لكم احبائي، يمكن قلت مره في حلقه قبل كده، اما اجي اسجد اخلي قرطه دي تلمس الارض علشان نعرف ان احنا اساسنا التراب، وده تدينا اتضاع. في نفس الوقت وانا بقى ساجد على الارض احس ان انا ساجد تحت رجلين السيد المسيح. لما اسجد تحت رجلين السيد المسيح هيحط ايده على راسه ويباركني. فالسجود ده مهم قوي، السجود مهم ويدي اتضاع. وربنا طبعا بيحب المتضعين وبيشتت الايه المستكبرين. كمان كان بيصلي صلاه مستمره. الصلاه هي الكلام مع الله. انت عايز تكلم ربنا ولا لا؟ محدش يقول انا مش فاضي. يعني ساعات الواحد يسال حد انت فين يا فلان، يقول لك صدقني الشغل بقى طول الاسبوع. طب يوم الجمعه؟ لا بقى، ما هو ده اليوم بقى اللي بنام فيه لغايه الظهر. طب وربنا فين؟ ربنا في حياتك فين؟ ربنا في حياتك يعني انت عايز تعيش مع ربنا، وهيبقى في بركة منين وفي سلام منين وفي فرح منين اذا كان ربنا مش موجود في حياتك؟ علشان كده صلوا كل حين ولا تملوا. والكلمة الجميلة ان دايما اقولها، تعقلوا واصحوا للصلوات. تعقلوا، خليك عائد واصحى للصلوات، اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. الحاجة التانية في هذا القديس العظيم انه كان كثير الرحمة على الفقراء. اعظم حاجة تدخل السماء، كنت جعان اكلتوني وعطشان سقتوني. اللي يعمل كده يقول لهم تعالوا إلي يا مبارك، يا راجل يا مبروك، تعالالي تعالالي. رسوا الملك، يعني الملكوت اللي أنا مجهز لكم منذ تأسيس العالم. اللي ما يعملش كده يقول اذهبوا عني يا ملعين. ناس يقول لهم يا مباركين وناس يقول لهم يا ملعين، إني لا أعرفكم. يا أحبائي، أنا بقولها للمرة المليون والمليون، محدش يحرم نفسه من دخول السماء بسبب خدمته للفقراء. فين العشور بتاعتك؟ بيبقى معك بالملايين وما بتديش ربنا بالملاليم. يا جماعة مش هينفع. اللي بيسرق اخواته في الميراث واللي بينصب عليهم ياخد حاجتهم،
واللي عمال يكنز ويحوش. طب هتعمل ايه؟ اليوم تؤخذ نفسك منك والذي اعددت لمن يكون. فاكرين الغني والعذر؟ الغني عمل ايه؟ قاعد يحوش ويكوش. وبعدين الكورة بتاعته أخصبت. قال أعمل إيه بقى؟ أهد مخازني وأبني مخازن جديدة تليق بقى بالمحصول الجديد. وأقول لنفسي يا نفسي كلي واشربي وافرحي، لأن لك خيرات كثيرة تكفيك لسنين عديدة. يجي ربنا يقول له يا غبي، اليوم تؤخذ نفسك منك والذي أعددت لمن يكون. أنت بتحوش لمين؟ معاك ملايين هتعمل بها إيه؟ عمال تحط في ورق 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 في البنك، بعدين هتموت وتسيبه، يبقى أنت عملت إيه؟ ولا أنت استفدت ولا اديت للغلابة اللي مش لاقيين ياكلهم. وخصوصا الايام دي ايام صعبة، ايام غلا. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان ربنا قال مدام عملتوا كده باحد اخواتي هؤلاء الاصاغر فبي قد فعلتم. وقلت كلمة أصاغر، ربنا ما بيحقرهمش، لكن دول آخر العنقود بالنسبة لربنا، يعني بيحبهم محبة قوية جدا جدا. طب إيه رأيكم في السيد المسيح؟ هل السيد المسيح كان غني؟ ده هو الغنى نفسه والجالس على العرش، لكن لما نزل لنا عن الأرض اتجسد من بنت غلبانة يتيمة الأب والأم. لما جم يطلعوها من الهيكل دوروا عن حد يرعاها، فجابوا يوسف النجار، واحد نجار غلبان. ولما يمشوا يهربوا إلى أرض مصر كلوا ايه وعملوا ايه؟ عاش فقيرا. ده يقول وكان ليس له مكان يسند راسه، كانش ليه مكان في البيت علشان يسند راسه اما كان بيخدم. ولان الرجل ده القديس توبة اسقف مرعش، لما لقوا فيه الصفات العظيمة دي رسموه أسقف. ورسموه أسقف على بلد اسمها مرعش زي ما قلنا من في سوريا. ولما اترسم أسقف جان دقلديانوس أصار الاضطهاد على المسيحيين. فدقلديانوس بعت لمرعش ده واحد من الرجاله بتوعه علشان يعذب المسيحيين. وطبعا اما روح يعذب المسيحيين بدا باكبر واحد اللي هو الاسقف. شوفوا احبائي، القديس توما المرعشلي ده قعد في الأسقفية 40 سنة، منهم 22 سنة عذبات. عارفين 22 سنة عن قد ايه؟ 8030 يوم. 8030 يوم بيعذبوا فيه. احنا تعزمنا قد ايه بقى؟ اتحملنا من اجل المسيح قد ايه؟ ونقول المسيح بيعمل فيها كده ليه؟
مش معنى انا مش معنى انت مع قد ما بتتعامل تتألم على قد ما بيبقى لك نصيب. على قد طالب الثانوية ما بيحرم نفسه وبيجاهد على قد ما بيخش الكليات القمة. اتنين وعشرين سنة ضرب. وكانوا بقى من حاجات كانوا بيقطعوا كل فترة يقطعوا حتة من جسمه. مرة قطعوا ودانه الاثنين، تخيلوا معايا واحد من غير ودان. مرة قطعوا مناخيره. مرة قطعوا شفايفه. وبعدين قطعوا رجليه الاثنين. يعني الرجل في ايه بقى؟ في ايه الرجل ده؟ اسخف. ما قالوش يا رب هو انا بتختارني اسخف علشان تعزمني وتقطعني؟ ما قالش كده، لان هو بيحب المسيح وعايز يروح للمسيح. عايز اقول لكم احبائي، ابونا بشير كامل الله ينيح نفسه قال كلمه انا قلتها قبل كده في عزبات القديسين. قال ما تبصش للتجربه، لكن بص للمسيح اللي جوه التجربه. انت بتتعذب من اجل مين؟ من اجل المسيح. المسيح هيبقى معاك. وده طبعا شفناه في نبوخذ نصر لما مسك الثلاث فتية القديسين وشدد النار او عليهم سبع اضعاف، لدرجة ان لهيب النار قتل الجبابرة اللي واخدين الثلاث فتية يرمون في الاتون. وخدوا بالكم مش رجاله، ده فتيه. طب وانت يا رب من صعبان عليك العيال دي؟ لا من صعبان، انا فرحان بيهم، ده انا هبقى معاهم في وسط الاتون. ويجي الراجل نبوخذ نصر وهو قاعد يقول ايه ده؟ مش احنا رامين ثلاثه في الاتون؟ اما انا شايف اربعه والرابع شبيه بابن الآلهة، ابن الله. وتحولت النار إلى ندى بارد، وكانوا بيتمشوا في وسط النار. فالرجل القديس توما أسقف مرعش اتحمل التعذيب 8030 يوم وقطعوا أعضاؤه. والكتاب يقول أنتم تحزنون والعالم يفرح، ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. انتوا عارفين التلامذة بطرس والتلاميذ كانوا يعذبوهم ويضربوهم ويحطوهم في السجن ويطلعهم فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يتألموا مع المسيح. يعني فرحانين لأن ربنا حسبهم أن هو يتألموا معاه زيه. وطبعا زي ما قلت لكم نتألم معه لكي نتمجد ايضا معه. بعد طبعا عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا. الرجل ده رموه في سجن مظلم في مكان بعيد،
محدش يعرف عنه حاجة، لدرجة ان الشعب فكروا ان هو مات، كانوا بيعملوا ترحيم كل يوم في القداس على اساس ان هو انتقل. ولكن لما اترمى في السجن المظلم والباب بتاع السجن كان فيه طاقة صغيرة، ربنا خلى واحدة أرملة وهي ماشية قال لها تعالى ود أكل في السجن ده، كل يوم تعمل أكل وترميه من الطاقة. هذه الأرملة أو هذه المرأة قعدت تحط أكل 8,030 يوم، كل يوم. إذن ربنا ادها الصحة وخلاها تعيش علشان تخدم هذا القديس، لغاية ما دقلديانوس مات. وجه الملك البار قسطنطين أطلق سراح المسجونين من أجل المسيح، والقديسين اللي اتقطعت أعضائهم كان يقبل محل أعضائهم المقطوعة، يبوس ودانه اللي اتقطعت، مناخيره اللي اتقطعت، شفتيه، رجله اللي اتقطعت، كان يقبل محل أعضائهم المقطوعة. الرجل ده حضر مجمع نقية، صور بقى أسقف بقى رايح ده من غير رجل ولا من خير ولا كده، ورايح يحضر مجمع نقية اللي عملوا فيه قانون الإيمان. ولما رجع من المجمع كان بيعلم الناس قانون الإيمان ويجاوبهم على كل الأسئلة اللي مش عارفينها. قعد قد إيه؟ 18 سنة، لأنه قلنا هو قعد في الأسقفية 40 سنة، 22 في السجن و 18 خارج السجن. ما تعقدش، ما قالش لا ده ربنا كان سايبنا وسابونا اتقطع، لا ده كان بيشجع المؤمنين، يشجع المؤمنين. وعلى فكرة ده مش لوحده، في قديس اسمه قديس يعقوب المقطع قطعوه حتة حتة، لدرجة انهم قطعوا دين الاثنين ورجلين الاثنين. ولما الوالي لقى ان راسه لسه ثابتة في وسطه قام جاي قطع الراس علشان ايه؟ يبقى عمل اللي عليه. ففي قديسين كده. وهل الواحد اما تعذب يعني ده مش يعني مش ده اسوأ من ربنا؟ لا، زي ما بقول لكم ربنا بيكون في التجربة. صدقوني احبائي، ياما تجارب وأنام كثيرة وربنا يعديها ويقف مع الإنسان ويحس يا سلام ما أعظم هذه الأيام. أنا أعرف واحد قريب عمل عملية في القلب، منظار علشان الجلطة، راح 3 مستشفيات. المستشفى الأولى عالجت حاجة وضيعت حاجات، المستشفى الثانية صلحت حاجات وضيعت حاجات، المستشفى الثالثة كان بيعالج اللي ضاع. ويقول لي أنا كنت في رحلة، أنا كنت في فسحة،
يعني ما اتضايقتش من عمليات المستشفيات؟ أبونا بشوي كامل مرة تصون أنجيل مراته بتقول له أبونا ما تطلب من ربنا يشفيك، ما انت أما صليت للناس وخفوا. زعل وقال لها أنا هخالف إرادة ربنا، ربنا عايز كده، أقول له غير إرادتك؟ يا شوفوا أمنا إيرين الراهبة كانت بتطلب من ربنا يديها تجارب، عملت عمليات كتير قوي وهي كانت دايما بتشكر ربنا. الأنبا توما أسقف مرعش كان بيعلم الناس قانون الإيمان ويجاوبهم على الأسئلة إن هي صعبة عليهم، يعني ما قالش وأنا فيها صحة والناس هتقبلني إزاي وأنا بالمنظر ده من غير ودان ومناخير وكده، لكن الرجل عشان هدفه المسيح كانش يهمه حاجة أبدا. علشان كده أحبائي أرجو إن إحنا نحب المسيح من أجل محبته هو، ما نعملش زي الناس أبدا. ماليش دعوة بحد، أنا ماليش دعوة بحد، أنا عايز أحبه هو. وانا بحب المسيح هيقابلني مشاكل كتير. يا ابني انت قدمت لخدمة الرب، هيئ نفسك للتجارب، هي دي يا رب نتيجة محبتي ليك. ايوه، طب ما الواحد يعيش في الخطية وما تجربش التجارب دي، لكن هتبقى نهايتك ايه لما تعيش في الخطية؟ تبقى نهايتك ايه؟ نار جهنم، عذاب اكتر من اللي انت بتعذبه. وانا دايما احب اتكلم عن شهداء العور، شهداء العور، شهداء مصر في ليبيا اللي قعدوا شهرين او ثلاثة في ارهاب من الناس اللي هم بتوع داعش. لما شفنا المنظر طول بعرض ولابسين جتت كده ولابسين أسلحة، والتانيين كده ماسكينهم وبيزقوهم عشان يذلوهم ويخوفوهم، ما خافوش ورفعوا راسهم ورفعوا راس مصر عالية. طب الناس دول يبقى شفاعتهم ايه؟ شفاعة قوية. احنا مش عايزين نسمع ونتعلم وبس، عايزين نعمل، عايزين نطلب شفاعتهم، عايزين نحس بيهم وبعملهم. مع ان الناس دول كانوا ايه؟ صنايعية. ما همش ناس اساقفة ولا كهنة، لكن هو ربنا بتاع الكل، ربنا بتاع الكل، بتاع الغلابة، ربنا بتاع الغلابة. وشوفوا الكتاب يقول ايه؟ كونوا محبين لإضافة الغرباء، عالمين أن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. زي إبراهيم وهو قاعد على باب الخيمة لقى ثلاثة جايين ناس غرب ما عرفش من دول، راح وقابلهم وعمل لهم اكل، والاخر عرف ان دول ربنا ومعاه ملكين. وياما السيد المسيح ظهر على هيئه شحات، ياما ظهر على هيئه شحات.
فهو ربنا بتاع الغلابة وبيحب الغلابة. ربنا بتاع الصيادين السمك الغلابة اللي ادهم الروح القدس وبشروا العالم كله. بشروا العالم كله. طبعا بعد 18 سنة من الجهاد ده غير ال 22 العذاب تنيح بسلام يوم 24 مصر. طبعا ده ما ينفعش ما نقولش سيرته، ما ينفعش ما نتشفعش بيه لانه قديس عظيم. وخدوا بالكم احبائي، الكنيسة مش بتاعة الشعب القبطي بس، بتوع مصر. شوفوا زي ما ربنا قال السماء فيها ايه؟ من كل الامم، من كل الشعوب، من كل القبائل، من كل لسان. السماء فيها شحاتين، فيها اغنية، فيها ناس ما عرفوش يفك الخط، وفي ناس متعلمة، في ناس أسقفة وكهنة ورهبان، وفي ناس علمانيين محبين لربنا. ربنا بتاع الكل، من كل الأمم، من كل القبائل، من كل لسان، يعني الفرنساوي والانجليزي والالماني وبتاع سوريا وبتاع مصر، من كل العالم. ربنا بتاع كل العالم، وكل واحد بيمشي بيرضى ربنا وبيخدم الغلابة وبيحبهم بيبقى ليه نصيب في ملكوت السماوات، الملكوت اللي ربنا أعده لينا منذ تأسيس العالم. محبة كبيرة قوي، وهو بيوضب بالعالم أن أعمل ملكوت علشان الناس اللي هترضيني واللي هيعيشوا في خوفي. بركة القديس العظيم توما أسقف مرعش تكون معانا، ولأننا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. آمين.